ومثلما المأكولات فإن الحلويات العثمانية أيضا اشتهرت في مدينة إرزروم، وأبرزها على الإطلاق حلويات قضايف دولمسي التي لا تصنع إلا في هذه المدينة. يوصف طعم هذه الحلويات بالسلطاني لأن أهالي إرزروم يعتقدون أنها كانت أكلة خاصة تصنع كحلويات رمضانية من أجل السلاطين العثمانيين، لكنها حاليا أصبحت حلويات شعبية تباع بسعر في متناول الجميع وتصدر إلى خارج تركيا أيضا. كانت هذه حلويات رمضانية لدى العثمانيين، فطورناها وحولناها إلى حلويات شهية خاصة أصبحت رمزا لمدينة إرزروم. صنع هذه الحلويات التي يدر إنتاجها وتسويقها دخلا جيدا على مئات العائلات في إرزروم يحتاج إلى مهارة، وبعد تسجيلها كعلامة تجارية رسميا أصبح العمل بها يحتاج إلى ترخيص رسمي.